أنا أوصي إخواني إلى صيام في بداية الالتزام بضرورة الصحبة الصالحة. الصحبة الصالحة هذه مهمة جدا. عارفين السمك يا إخواني؟ السمك ده لو طلعناه بره المية إيه اللي يحصل له؟ بس بتبدأ حركته تقل 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 لغاية لما يموت. طب إحنا عاوزين ننقذ السمك ده، ما نخلوش يموت أو يضعف، نعمل إيه؟ نعمل في ايه؟ نحطه في الميه تاني. طيب الملتزم الميه بتاعته الوسط بتاعه عباره عن ايه؟ هم الصالحون. فنصيحتي لاخواني ان يكثروا من الصالحين ومصاحبتهم.